عسلامة، مرحبا بكم في كوجين حنونة. اليوم ان شاء الله كيف ما تشوفوا باش نعملوا كعبة شباتي، شباتي المهدية. احنا نحبوه برشا وصوتو جاي صيف، اكلة سريعة وخف لف في سعفيسة وزيد ما تتكلفش. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. وقبل ما نبدأ ندعوكم انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الكل. اول حاجة باش نبداو بها هي العجينة. باش نستحقوا 500 غرام فرينة، وباش نحط عليهم 250 غرام سميد ارطب. بطبيعة الكمية هذه تنجم تعملوها حتى نصفها. اي بالكمية هذه عملت حكاية 9 كعبات شباتي. توا باش نزيدو مغرفة ملح، وباش نزيد 4 مغارف زيت زيتونة. وتوا باش نضيف ساشي خميرة خبز، وباش نعجن المكونات هذه الكل بشويه ماء دافي. هنا بالنسبه للماء دافي عندكم ميزانكم، لازم العجينه تتلم وتبدا طريه. انا هنا كميه الماء جاتني وافيه شويه، خليك بدات تلصق. دونك دهنت يديا بشويه زيت وكملت عجنتها. وتوا ما تبقى لنا كان باش نغطيوها بشويه بابي فيلم ونخليوها ترتاح حكايه نص ساعه سواعه غير ربع. وتوا باش نتعداو للفارس نتاع الشباتي. ولا هو مكوناتها معناها بسيطه على الاخر كما ريتو. باش نحضروا شويه تون، جبن مثلثات هذيك عظم مسموط، شويه هريسه، وفما شكون يزيد الموتزاريلا، فما شكون يزيد شويه سلامي، هذوكم اختيارات. اما هذه راهي الباز نتاع شباتي المهديه، 4 مكونات سهلين وبساط. وتوا كيف ما تراو العجينه نتاعنا تخمرت بالباهي. ما ننساوش ندهنوا يدينا بشويه زيت. نضغط شويه على العجينه باش نحيو الهواء اللي فيها، ومش ناخو كمية كيف ما تراو. وباش نحلها كيف ما نحلو البيتزا. هنا باش نحلوها بالزيت مش بالفارينة. رجعت العجينة تبدأ طرية. هنا مش لازم تجودوها على الاخر، معناها يبدأ سمكة 2 مليمترات تقريبا، باش كيف تجي وتحولوها على الطاوة ما يخرج لكمش الفارس. وأمام طوام تبديش خشينة برشا ما تسيبش. في الوقت ذي ديجا حطيت الطاوة على غاز، على نار متوسطة مش سخونة برشا. دونك باش نحط الهريسة. هنا لكمية الهريسة انتوما والذوق، كل واحد وش يحب. كيف زاد الفروماج، احنا عنا دوبل فروماج، دوبل عظم بالموتزاريلا، كل واحد وذوقه. هنا تتصرفوا. انا نحبها الحقيقة فيها 2 صوابع فروماج، تجي بنينة على الاخر. ومن بعد ناخذ كعبة البيض ولا نبشرها في وسطها، فما شكون زاد يقصها. دي هذوما راهو اعملوا كيف ما تحبوا. وفي الاخر بالكل نحط اكل رشيشة التون. اللي يحب يزيد شويه موتزاريلا زاد ينجم يزيد، سورتو كي تبدا تاكل موتزاريلا الفاوحه. دونك تزيد الفاوح كعبة شباتي. وتوا ما تبقى لنا كان باش نسكروها وننزلو مليح على عجنبات. هنا جاتني العجينه زايده شويه، انا زدت تبعتها. وتوا ما تبقى لنا كان باش نحولوها في الطاوه، نخليوها تسيب جنب البي. ومن بعد نقلبوه، كي نقلبوه ناخذوا شويه بابي وننزلوا عليه الجنب الاخر. ومن بعد كيف ما ريت، وبعد ما يتيبوا من الشيرتين نحطها شويه يتيبك الحرف نتاعها هكا نحطوها. تو نكملوا الكعبات اللي عنا. كيف ما تعرف كعبة الشباتي راهي خيارها تتاكل سخونة، هيك علاش راني مخلطتش باش نعمل حتى تصويرة مع بعضهم الكل. ديجا الكعبة اللي تحضر جات بلاصتها. دونك ان شاء الله يا ربي تجربوا الشباتي على الطريقة هذه ويعجبكم. وطبعا ما تبقى لي كنقول لكم دمتم بخير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى ان شاء الله.